معانا على التليفون سيادة النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أهلا 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 يا فندم. أهلا بيك يا يوسف. ازي حضرتك؟ ازاي صحة سيادتك يا فندم؟ ربنا يخلي معاليك، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. سيادة اللواء، كيف ترى هذا الوضع الآني حتى في مسألة الصراع القائم الآن ومع عملية طوفان الأقصى، الرد من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ثم تصريحات لضباط إسرائيليين رفيع المستوى بأنه أيوه احنا ندعو الفلسطينيين في غزة للنزوح إلى الأراضي المصرية، ثم عادوا وقالوا نحن نصحح تصريحاتنا، لا نحن لا ندعو إلى هذا النزوح. كيف يراها سيادة اللواء أحمد العوضي أولا، وكمان سيادة النائب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي؟ ربنا يخليك يا يوسف. الله يخليك يا فندم. طبعا القضية الفلسطينية يعني هي لب الصراع في الشرق الأوسط، وطبعا مصر قامت بجهود عظيمة لحل هذه القضية، ويمكن حل الدولتين اللي تم الموافقة عليه من الأمم المتحدة واتفاق أوسلو اللي تم سنة 1990 ومر عليه 33 سنة وحتى الآن لم يتم تنفيذه. عايز أقول إن المخطط اللي موجود ده حقيقي، ده مخطط بيهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وطبعا تحت الضغط ممكن يحدث نزوح جماعي زي ما حصل قبل كده في 2008. ولكن طبعا القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولن تسمح بأن يتم تصفية القضية في تصريحات سيادة الرئيس النهاردة على حساب دول أخرى وهي المقصود بها مصر. لن نسمح بذلك، لأن طبعا الأمن القومي المصري ده خط أحمر، والفلسطينيين واستخدام القوة المفرطة من الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل حقيقة ممارسات يعني غير مسبوقة. وبالرغم من ذلك نجد دول كبرى زي أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل وتحرك بعض حاملات الطائرات وتتواجد في شرق المتوسط لدعم إسرائيل. يعني أين القانون الإنساني الدولي اللي بيقول إن شعب أعزل لا طعام ولا ماء ولا أكل؟ يعني هل ده يرضي؟ أين المنظمات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان؟ وأين المجتمع الدولي؟ أين البرلمانات الأوروبية وغيرها من البرلمانات الأوروبية وحضرتك سيدي عارفين يعني مشغولين بقصص تانية، يعني البرلمان الأوروبي مشغول بينا احنا مش مشغول بالقضية، حاجة مؤسفة يعني حقيقة. ولم نسمع أي صوت ولم نسمع أي تصريح، ولكن نفاجئ بأن الرئيس الأمريكي يعمل مؤتمر صحفي ويعلن دعمه للشعب الفلسطيني للشعب الإسرائيلي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويصف ما يقوم به المقاومة حق مشروع دولة محتلة بقالها أكثر من 70 سنة، والمفروض إن المقاومة دي حق مشروع، ويقول العمليات اللي بيقوموا بيها عمليات إرهابية، ليست عمليات إرهابية ولكن دي مقاومة، والمقاومة دي من حق الشعوب للدفاع عن حقوقها وتحرير أرضها. فيجب ان احنا يعني ننظر الى الموضوع نظرة يعني حقيقية، نظرة ما فيش فيها انحياز لاي من الطرفين، ولكن نسعى الى ان احنا حقيقة الجهود الدبلوماسية اللي قامت بيها القيادة السياسية، الاتصال بكل الرؤساء ملك الأردن والإمارات والسعودية، والاتصال برئيس فرنسا ورؤساء ألمانيا بالضبط، كل هذه الاتصالات بغرض تكثيف الجهود السياسية يعني إيقاف إطلاق النيران والجلوس إلى مائدة المفاوضات.
طب يعني سيادة اللواء، ما بتشوفش انه البرلمان المصري يعني حريا به ان يصدر بيانا واضحا لاجل الوقوف بجانب يعني الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة من ناحية، ومن ناحية تانية في ظل هذه الكارثة الإنسانية منع جيش الاحتلال لاي شكل من اشكال المساعدات الطبية والإنسانية من الدخول الى القطاع، وحتى ندعو بقية البرلمانات العربية لإصدار مثل تلك البيانات؟ والله في بيانات صدرت من نواب كثيرين، وأنا منهم أصدرت أكثر من بيان، بالإضافة للأحزاب السياسية قامت برضو بدورها، وتهيألي البرلمان العربي أصدر بيان فيما يخص هذا الموضوع. بس هي لسه بيانات فردية، يعني نأمل في أنه البرلمان نفسه مجلس النواب نفسه يصدر بيانا رسميا. يعني مطلوب، وطبعا القيادة السياسية المصرية صرحت بتصريحات يعني حاسمة في هذا الموضوع اليوم في حفل تخرج أكاديمية الشرطة. يمكن يعني طبعا التصريح الخاص بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، ده تصريح حقيقة حاسم، ويعني يبرز يعني أن مصر لن تسمح بأن يكون هناك يعني نزوح لأراضيها، ولكن لو هناك نزوح المفروض هذا النزوح يكون في اتجاه الأراضي المحتلة اللي هي الأراضي الفلسطينية. أشكرك جدا سيادة النائب، كل الشكر لسيادة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.